وتطور اساليب تحقيق هذه القضية. وهذا اللقاء اتمنى ان نستغل له اساليب عملية احرى واولى بالنسبه مباشره موجهه ديريكتومون للعنصر البشري وعلي. يتم تحريره من طرف موظف مختص محمد قاضي الاحداث بمقر المجلس. هو يعني تصريح يعني تجميع تكون بين شركات مؤسسه القوى. تم التطرق إلى مجموعة من المداخلات تمحورت حول إدارة وتسيير أعمال الضبطية القضائية خلال التحقيق الابتدائي، أي علاقة وكيل الجمهورية بالضبطية القضائية، بالإضافة إلى علاقة قاضي التحقيق بالضبطية القضائية. كما تم إلقاء مداخلات حول الجريمة الإلكترونية ودور الضبطية القضائية في مواجهتها، شرح أساليب التحري والتحقيق الخاصة في مواجهة الإجرام، وبالإضافة إلى إثبات الجرائم الجمركية ومباشرة الدعوة الجبائية. قد تطرقنا إلى أهم النقاط التي تكون نقاط تقاطع بين إدارة الجمارك في مباشرة دعوتها الجبائية مع قضاة النيابة وقضاة الموضوع. هذا اليوم الدراسي فرصة لتبادل الخبرات بين جميع الشركاء الأمنيين والفاعلين في الميدان. يهدف الملتقى أساسا من خلال جميع المداخلات التي تقدم بها السادة وكلاء الجمهورية والسادة قضاة التحقيق وممثلي الدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك إلى إقامة نقاش ثري وإثراء الحوار للوصول إلى كيفيات عملية تساعد الضبطية القضائية على التطبيق الفعال للإجراءات القانونية.